وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل كريم من السودان يسأل أنه أفطر 3 أيام في شهر رمضان، ونحن اليوم في 26 من شهر رمضان عام 37 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم يريد أن يصوم 6 من شوال، فماذا يفعل؟ نقول عليه أولا أن يبدأ بالقضاء، ثم بعد ذلك يتبعه ب6 من شوال لقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الصحيح: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. والذي يكون عليه أيام فطر من رمضان ثم يبدأ ب6 من شوال فهو لم يكن قد أدى له الحديث كما اختار ذلك أهل العلم واختار الشيخ ابن عثيمين رحمة الله على الجميع. فالأولى لهذا أن يقضي ما عليه حتى يصح وينطبق عليه قول النبي: من صام رمضان، ثم بعد ذلك يتبعه ب6 من شوال. وفي صيام الست يجوز أن تكون متتابعة ويجوز أن تكون متفرقة، والتتابع أفضل وأولى من التفرق، وكلاهما مجزئ إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.